اسمي الدكتور محمد الوسمي، سيارتي باترول نيسان واستخدمها تقريبا ما يقارب 7 إلى 8 سنوات، وحقيقة متردد اني اغير السيارة نفسها من كثر ما حبيت الباترول. يعني المفروض اخذ موديل اجدد، لكن تعودت على هذه السيارة، وان شاء الله قريبا ناخذ بطل الدروب الجديد ان شاء الله. حقيقة استمتع جدا في باترول لما اكون في جو الشتاء، خصوصا مع طلعة العائلة والطرق الصحراوية استمتع جدا كثيرا، حتى الابناء يعني احس ان سيارة باترول اذا تبيها مدنية عصرية شبابية هي موجودة، تبيها جو عائلي اسري فهي موجودة، فهي حقيقة متكاملة. ملتزمين بالوقت، وايضا اي خلل موجود ما قالوا لي انتظر احنا نرد لك بعد 2 3، لا بالعكس انا سيارتي فيها كذي، يفحصونها بعد الفحص توصل النتيجة والتكلفة على طول. بالنسبة للأسعار وقطع غيار اللي موجودة في شركة نيسان حقيقة في متناول الجميع، فعن تجربتي الشخصية عمري ما حسيت إن في سعر أو قطع غيار غالي. شركة نيسان البرطين حقيقة التواصل مستمر، وأيضا في أي لحظة من اللحظات هناك في سيرفيس خاص موجود لسيارتي يتواصلون معي، حتى أنا أحيانا أكون ناسي حقيقة، ولو أن السيارة أحياناً تعطيني إشارة أني لازم أرجع لمركز الصيانة بخصوص السيرفيس، لكن ألقى مسج يوصلني من الشركة أن عندك ترى تاريخ الفلاني بيوصلك أو لازم تراجع الشركة عشان السيرفيس. أنصح دائماً لأنها عندها قوة ومتانة في أثناء استخدام واستعمال السيارة هي إن كانت، وأيضاً قلت لك أن الشكل عصري جداً جميل وسعرها مميز يعني.